قال أبو زرعة رحمه الله كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي، قال رحمه الله: ما أسرع الناس إلى البدع. هذا قاله في زمنه رحمه الله، فكيف بهذا الزمن؟ وبالتالي فإن ما ينشر في مثل هذه الأيام من البطاقة المسمى بالبطاقة المحمدية، صورت ورتبت على بيان صفته صلى الله عليه وآله وسلم ومهنته ومحل الميلاد ومكان الميلاد والصفات، فإن هذا الفعل لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هذه البطاقة أعيدت في هذا الزمن، وكانت موجودة في عهد شيخنا ابن باز رحمه الله، وقد أفتى فيها هو واللجنة الدائمة بأنه لا يجوز ترويجها ويجب إتلافها، وأنها لا تليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها وسيلة إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تتخذ حرزاً يعلق على الأطفال وغيرهم للتبرك بها. ثم إنه يلحظ أن هذه توزع وتنشر في المواسم التي بها مولد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لهجرته، أو للإسراء والمعراج، أو ما شابه ذلك، وهذه طبيعة أهل البدع، فيجب على المسلمين أن يحذروا. إضافة إلى أن ما ذكر بهذه البطاقة فيها بعض الأخطاء العلمية في صفته صلى الله عليه وآله وسلم وما شابه ذلك مما يذكر، ومعلوم أن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لا تنشر ولا يعلم الناس بها بهذه الطريقة التي بها امتهان، إضافة إلى ما قد يدسه أهل البدع والافتراءات مستقبلا. ولو سلمنا بأن المعلومات صحيحة فإن هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أفتت اللجنة كما أسلفت بالتحريم. فإذا نشط أهل البدع في مثل هذه المواسم ببدعهم، لا نكن مسوقين ومروجين وناشرين لها، فلنتق الله عز وجل.